السلام عليكم حبابي وناسي قناة سمية فرحان. اليوم غنتكلم على موضوع ديال لالة نعيمة مرة أخرى. لالة نعيمة، قالوا الناس الولع، العز في القناعة والذل في الطماعة. اليوم لالة نعيمة جاوا بعض المغاربة طرقوا بابك، قالوا لك انتي البارح ما كانش عندك وقفنا معاك، واليوم محتاجينك توقفي معانا، وعطيتيهم الجواب السليط والكلام القاصح. هذا ماشي فعل الناس الخير. لالا نعيمة، قال لك سي عبد الرحمن مجدو، يا ذا الزمان يا الغدار، يا كسرني من دراعي، نزلتي من كان سلطان وركبتي من كان راعي. بيكم وكل ما كنتوش تما ما نبلغش ديك البلاصه، ثم اللي شاهدتوني وزيدتوني لقدام باش انا طلعت. وغي بغيت نفكرك يا لالا نعيمة، بمقال الناس زمان، الدنيا مكتوبة بالدفان، الريح اللي جاي يديها بنادم شحال جمع ثروة وموال، وكاع اللي جمعها غادي يمشي ويخليها. أنا كنت سحبة لأي واحد فيكم، ودابا الموضوع والطاجة اللي ناضت غادي نلغيوها. ما كاين باس لالا نعيمة، عرفتي شنو قالوا العرب؟ قالك العبد حر إذا قنع، والحر عبد إذا طمع. سي زهير، ياك ما يصحابك قطعتي الواد وشفو رجليك، خصك تعرف أنك أنت رابح بالناس اللي تيتفرجو فيك واللي تيساندوك. لالا نعيمة بقات فيهم الفقر ديالها والعذاب اللي تعذباتو في حياتها، وبغاو يخرجوها من هذاك الشي. واليوم تنقولك السي زهير، انت باين في كل الناس وانسان فاهم، ما تستغلش حاجة الناس بيك، حيت مولتاش تيحتاج، واليوم ليك وغدا عليك. بالنسبة لخديجة الوزاني، دارت واحد الحاجة بينت الحقيقة، التعامل ديال لالا نعيمة مع الناس وبعد ما استغلالهم، والشيء اللي ما ممكن الناس ما يقبلوش من لالا نعيمة، لأنها هي كانت تبكي وتقول أنا يعني كنت ضحية الاستغلال. ولكن عرفتني خديجة الوزاني، خديتي هذا الموقف مادام شفتي انه مدير الربح عليك وفعل لك القناه ديالك لما كانش يمكن تفعلها، فزتي في الموضوع، بديتي انتي كل نهار تديري تخرجي هضره وتبقاي تطولي في الموضوع وتكلمي فيه. الا كان الغرض ديالك فقط تبيني الحقيقه بدون تجريح في لالا نعيمة وتصلحي واحد الخطا اللي هو موجود، ما كانش لك تبقاي ديري بحال اللي درتي. ولكن تنتمنى انك تجاوزي هذا الموقف وما تبقايش ديري بحال هكا، ونتمنى من جميع اليوتيوبرز المغاربه انهم يتكلموا على الخطا ويزيدوا صافي، بلا ما يبقاو بلا 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 كما قلتي انتيا على موضوع اللي هو تفهم اوكي وقع خطا من لالا نعيمة وانتيا تكلمتي عليه ومشكوره، ولكن ما تستغليهاش انتيا، تستغلي على انها هي ما غتتابعكش، لانك طريتي تقدري تدري بالقناة ديالها بهادشي اللي قلتي، ولو انك عندك ادله، يعني ما يمكنش لك ديري تجريح بالناس في القناة ديالك، فهمتي؟ فانا تنقولك يعني هاد الموقف اللي خديتي هو شيء ما سلبي، ولو كان في واحد الايجابيه انك انتي واجهتي لالا نعيمة بالاستغلال وداكشي اللي دارت فيك ومن حقك، ولكن ما تفوتيش. قال لك اللي ربح يعف،
وهذه نصيحتي ليك، ونتمنى المغاربة يغيروا المبادئ ديالهم في اليوتيوب، لأننا الأيام تنشوفوا أشياء اللي منحطة من الاستغلال المادي والمعنوي بجميع أنواع الاستغلالات. ف يلا نرتقي بنفسنا ونوليو في مستوى اللي تيريق بينا احنا ناس المغرب ومن ناس النخوة والآداب والأخلاق. وفين مشاو؟ فين مشاو يا ناس النخوة؟ فين مشيتو؟ واش خبارك يا هنا؟ ايوا طلع تاني التوندونس ديال أمي نعيمة وانتي تدخلي في الموضوع. ايوا احنا نسمع شنو تقولي. أمي نعيمة اللي صراحة اليوتيوب ولا عامة بهذا الموضوع، واليوتيوب كاملين ماشي كاملين ولكن الأغلبية زعما واحد الكم هائل من الناس اللي خرجوا الصراحة بتصريحات خايبة وحشومة، وربي سبحانه وتعالى ما غيبغيش في هذا الشهر الكريم. بغيت غير نسولكم، دخلنا عليكم من الله سبحانه وتعالى، واش ناجح هاد السيدة وقف لكم في حلقكم؟ راه اللي عطاها غادي يعطيكم، راه ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق، راه هو اللي يفرق الرزاق، ما مضيع حتى شي حد. يكفي انها دوزت واحد الظروف سنين هادي وهي عايشه بهم وصعيبه، هاد السيده اللي كتخرج وكتهضر وكتسب فيها، اجي عيشي انت في ديك الوضع غير شهر ولا شهرين وبغى ربي يكرمك، شنو باش غتحسي؟ ما غتفرحيش؟ ما غيعجبكش الحال؟ ما غتقوليش حطوا راسكم في بلاصتها؟ راه كلنا كنبغيو نطوروا من راسنا، كلنا كنبغيو نكونوا بخير، ما فيها باس. علاش حنا كنتقاتلوا على هاد القنوات غير باش يطلعوا لنا لي فيو، يطلعوا لنا لي زابوني، وتولي عندنا واحد الصالير محترم، وخا نمشيو به غير الحمام ونشريو به شغالاتنا ونتقداو به؟ علاش غير امي نعيمه هي الشخص الوحيد اللي في هاد اليوتيوب كلشي كيطلع عليها من الفوق؟ السيده خدامه في قناتها، ما كتسب حد، ما كتعير حد، ما كتجبد حد، خدامه كدير داكشي اللي كتعرف، اللي عجبو يتفرج، اللي ما عجبوش ما يشوفوش وصافي. على زعما هذيك بالذات، هذيك السيده بالذات هي اللي لا ما يكونوش عندها هاد لي زابوني وما يكونوش عندها هاد المشاهدات. ايوا للهنا مرحبا بك مدة هادي. ايوا الناس ماشي ضد نعيمة، هما ضد الموقف ديالها، موقف الاستغلال اولا. وانتي يا لالا ما تتباني غير في الوجيبات، وتنتي الناس راه قالوا عليك وباقي انتي يقولوا انك انتي سبب الفتنة ما بين لالا نعيمة وقناة مربوحة. واش تتقولي لهم على هادشي؟ وعلاش ما تكلمتيش في هذا الموضوع؟ علاش سكتي؟ ها ولا دابا خرجتي تعطي النصيحة للناس وتدافعي على أمي نعيمة حيت غيطلع لك عاوتاني القناة؟ الناس تيشوفوا فيك انتي صاحبة الوجيبة. ها صاحبة الوجيبة، استغفري مولاك في هذا الشهر الكريم كما قلتيها انتي يا وخافي، لأنك انتي قطعتي صلة الرحم ما بين الناس وخلقتي الفتنة، وفي نفس الوقت باغا تخرجي تعطي الموعظة للناس. علاش؟ باش تبيني طلعي القناة ديالك وتزيدي تصاحبي مع لالة نعيمة، وباش تربحي، هذا هو الغرض ديالك. هي خطأت خديجة الوزاني في طريقة الكلام ديالها، ولكن انتي صاحبة الوجيبة، هو عقلنا بيك. فيديو كتقول بان اختي نعيمه ما بغاتش تدعمها وطلبت منها 20,000 ريال. المهم باش ما نكونش حيدي مني هنا بطل حرام، حيدي خليني نصور هادي، يلا سير سير يلا. المهم كتقول بان طلبت لها 20,000 ريال، كنت انا دايره اللايف ما كنتش عارفه هذا الموضوع هذا. ملي كنت دايره اللايف سمعت بان امي نعيمه طلبت 20,000 ريال. كاينين بزاف الناس اللي تيقولوا من حقها انها تطلب الفلوس باش تدعم، وكاينين بعض الناس اللي تيقولوا الا ما فيها حتى شي باس انها تدعم، وانا منهم يعني. مره اختي نعيمه ما كاين حتى شي مشكل ان تدعمي بعض القنوات الصغيره، وانا كنشوف ان خديجه الوزاني ماشي قناه صغيره، انها عندها